في هذا الفيديو جبت لكم افضل تبريمه مغربيه بالنيله الزرقاء لتبييض الجسم كترطب البشره ولها العديد من الفوائد. تبريمه بمكونات طبيعيه عشبيه كتخلي النسمه في الجلد، كتنقي الجسم وكتصفيه، كتزيل الخلايا الميته من الجلد، كتعطي الجسم نضاره طبيعيه، كتبيض المناطق السوداء في الجسم وكتوحد اللون. وصفه طبيعيه بدون اي اثار جانبيه. قبل ما ندوزوا للمكونات بغيت كلشي يدير جيم ويبارطاجي يوصل الفيديو لاكثر عدد ديال الناس. اول مكون غنديرو هو ملعقه كبيره من مسحوق الحمص. ثاني مكون ملعقة كبيرة من مسحوق الورد. غنضيفو ليهم نصف ملعقة صغيرة من النيلة الصحراوية المغربية بيان سور، ملعقة كبيرة من الحنة مطحونة. غنزيدو عليهم المكون الأخير نصف ملعقة من الخرقوم أو الكركم مطحون. نضيفو ليهم ملعقة كبيرة من الصابون بلدي وغنعصرو فوقهم القليل من الحامض. غنمزجو المكونات بماء ورد أو ماء دافئ. نخلطوا المكونات جيدا حتى يتجانسوا لينا على هذا الشكل. بعد ذلك اول حاجه نديروا بعد دخولنا للحمام هي هاد التبريمه، نخليوها لمده لا تقل على نص ساعه. غتشوفوا نتائج جد جد رائعه. ما تنساوش تخليو كومونتير تشجيع هذا المحتوى، اقترحوا لينا الوصفات اللي بغيتوا نديروا ان شاء الله في الفيديوهات الجايين في لي كومونتير. كلشي دير جيم وحبوكم.